amusio soda wainta allah mahadle samanta inti qofna nutesto maguno idin ahate marhaban soda waga قبل أربع معاشرة قد علمه من بقعتك وقف عقيمه مناسبة السهر سرالو سوغا سيموي وايكا سواقيد غلان والدين معلمين مرتي شرف كلي إيا أرديد قلن جبيني سيا يا مانتا لوقب تيمغالا دو مقدشو دوكسيغا حيدين تا قرآن كريم كآية توفيق وحاسان الكان كقلن جبيني كود واد تدبية تمن أردي أو برتي حيدين تا قرآن كريم كآية علوم تكالي مرتي شرفتي كسو غيب غشي مدشن ايا بغادي معلمين تا ايا سودو كالي براياشا دوكسيغا توفيق واي شاگان اني سو سارين دا ير حفدين تا قرآن كريم كا آدوغو تاقصوصي واكوان غاركود ايوغو غوب تاكاها لي مرتي شرفتي قيب تاكاها مدشن ارددا قلن جبين يسا ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى عن كبرينا سيدا ماشان آن السغون نمد انو جندي سنوغو جمعيو يدون عذاب إيا دباتا كوري أردادا وحا لغا دوشو دا لغا أقريا دوكسي أي كي مادين إيا دوكسي غانو أردادا مسوو تربيي مسيح قرآن كاليو قرلغا مركا أرداد شاكين يسو الله والله إسو جيدا داركتا دا الله هدليسي وحد لادا نيو أردادا وحبا كاليمان معلن كلا يان لعيبين هو يوين كلا يان لعيبين بين قفل بابا كرسي وكوفا ديو هك فرديو هنات دا جيستو حلو شاكين had dhageysto waxa loo sheegayo nin ciyaal wax u yimid nin socota lugayn wax u yimid ciyaal guri ag dhooban ma dhaw ilma ayaa leeyahay ilma hebel hebel marti urroona la yiraahay dhe markaas inta fariistay yiraahay martida da urroonteen caawan arki doona waa idin la joogaa insha Allah ya marka dugsi feecan ad ka timaadeen waa in dadku idin ka arkaan qofka hadii quraanka marka uu barto oo quraankaas ku sii amal falo waalidkiisu wuxuu u noqonayaa haddii uu ka sii dambeeyo asiga adduunka joogo intifaac buu sii noqonayaa oo uu sii duceynayo maalinta maxaa yeelay nin jaahil ah waxba kuma duceyn karo wuxuu ku duceynayaana wax asax ma marka quraanka barashidiisa waxa maanta fawaaida uu leeyahay mustadkiridiisa halkaan lagu soo koobi karo ma ahan quraanka ayaan isugu nimid halkaan ardana qalin jabisay loodkii koowaad madrasada tawfiiq litahfidh alquraan alkariim aad bay u mahadsan yihiin aad bayna u dadaaleen runahaanta waxayna ku dadaaleen waxa lagu dadaalo waxa ugu qiimo iyo qaya badan oo ah quraanka kariimka ah quraanka wax dheeldheela ma aha ilaahay subxaanahu watacaala baa inoo soo dejiyey oo nebigeenna salallahu calayhi wasalam inuu kugu soo dhiibay wuxuu inoo kaga baahan yahay marka wax badan qiimo badan buu ku fadhiyaa waxaa loo fadhiyo maantay oo maalin jumcaad ah oo ciidul usbuuc ah waa bogaadinta ardayda sharafta leh ee maantay xafladdooda goobtan lagu soo bandhigayo iyo macahad التوفيق لتحفيظ القرآن الكريم ما ملك شيخ إبراهيم آدي أدبان وقمها دعيلين حقيقة سدوا عن وقتك وقبحنا أسبوع كهر أيو اسكو آدينا يي حفلدا ما انت دعيسا اي قيمها بدن دلالك السنة الله وبركيه munaasabadan oo muddo socotay ugu dambeyn waxa soo gabagabeeyay maamulaha guud ee dugsiga Tawfiiq isagoo sheegay in juhdi iyo dadaal xoogan ba ay ku bixinayaan sidii ay mar walba u soo saari lahaayeen da'yar xifdinta Qur'aanka Kariimka ah ku takhasustay diyaad ugu gudugalo xaflada la qabanayo oo qalinjibinta Qur'aanka Kariimka ah iyo arday qaar ka mid ah oo aad u yar yar oo kasoo qalinjibiyay القراءة والكتابة فرت سيد الله قرأ سيد الله أخريه وعويا مدرسة
هدف كله أساسين وندي شيء دونا جوش أي جرتين أيضا لفرين لما يكون لبي لما تنك بيش سديدا دعستو لحية طبعا كذي أيام لفرين أنت أرضيه وحيل سو هردماين دلال فرمضان يكون بحناين معلمين تي أيجا يمام الكذبة يواردي تب دلال فرمضان يكون بحناين سي جوش أي أهلان ما تأكل أي جوان أي مرة فرها نلاش الدوي آخرنا جانت يقول لي قال معايا لي فرها نلاش الدوي آخره والقرآن الكريم كأه قفك إنه فرها هلو وعكاه التكلية إنه القرآن كبرته نك مادي برنا يا درك إنسان وعكاه الرأي إنه دكس اللي جي أو ألف كصوب الله بي البغرك وجي سادرات ده أرضي ده ما تحفيد كذا لما يصير القرآن ككريم كمرتي آه حبيبه إبراهيم آدم يا عبد واحد إبراهيم آدم وحلينا هاي دلال كينا ماشى الجوتان كسي وضع الله يدين بركة يقرب كين إلهي قالوا يا حلينا هاي وأنكم ما سنتين دلال كآدم وجسان أرضي ذا كلو آدم داير وأيجنا القراءة والكتابة فرت برتين أيجنا وحلينا هاي إلهي سبحانه وتعالى فرت آد برتين جعنت الله يدين كل قبطه خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو. Abka dahabalas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada